فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القلم من الفضة أو السبحة من الفضة حرام، هذا حرام، ما يجوز هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: إنما أبيح الخاتم، الخاتم من الفضة، وتحلية السيوف والحزام، هذا الذي أبيح. نعم. يقول: وإن كان ذلك غير جائز، فهل يجوز له أن يهديه إلى كافر لحديث إنما يلبسه من لا خلاق له؟ وش يهدي؟ السؤال مرتبط بالقلم والسبحة. ما تباح ذهب السبحة والقلم والدوات وما أشبه هذه، ما تباح. نعم.